يوما من الأيام شرب محمد صلى الله عليه وسلم الخمرة، ثم ذهب فألقي إلى مزبلة ثم أغمي عليه فيها، وكان أذكر مات، فجاء الخنزير فأكل من أذنه، فجاء أصحابه أبو بكر يدوروا على رئيس العصابة صلى الله عليه وسلم، فوجدوا شارب للخمر نايم على المزبلة النجاسات، والخنزير أكل من أذنه، فلأجل هذا حرموا الخنزير وحرموا شرب الخمر